رأيي في التشريح. قولي لي رأيك في التشريح. يعني عايزة تتكلمي في التشريح؟ ريهام شاهين ترد بقوة على تصريحات الفنانة الكبيرة سميحة أيوب بعد هجومها على فنانين مهرجان الجونة وسمته بمهرجان التشليح. طبعا الرأي ده ما عجبش ريهام شاهين وردت رد مستفز جدا جدا على الفنانة الكبيرة سميحة أيوب. هنشوف الفيديو مع بعض وهنشوف ردت قالت ايه وهنشوف تصريحات الفنانة الكبيرة سميحة أيوب. وأيضا نجلاء بدر تستفز الجمهور وبترد بقوة، جوزي قوي علشان كده بيخليني ألبس اللي أنا عايزاه عشان هيقدر يدافع عني، لكن لو جوزي ضعيف هيقول لي بلاش تلبسي لبسي يستفز الجمهور، ولكن بالعكس أنا مش قادر أسمي جوزك ده راجل أصلا. هنشوف تصريحاتها وقالت إيه طبعا لما كانت بتعمل حوار ولقاء طبعا في الراديو، قالت إيه على أزمة الفستان بتاع مهرجان العري السينمائي. مش هنستغرب أبدا فستانك، لان فستانك بيدل على مكان ومعنى المهرجان ان انتوا رايحين تقلعوا وبتتنفسوا في العري. ريهام شاهين بصراحه تصريحاتها وتصرفاتها في مهرجان الجونه اثبتت للجميع انها انسانه او ما ينفعش تقال عليها فنان، انها انسانه مستفزه وواقفه بالمرصاد لكل حد يتكلم على اي مهرجان او اي كلمه على مهرجان الجونه او على التلفزيون والمسرح والسينما، ومحسسه الجميع انها رقم واحد في الوسط الفني اللي قادره تدافع وبقوه وترد على كل تصريح. اسفة لو دخلت مرة واحدة كده في الفيديو، ازيكم وعاملين ايه وطمنوني عنكم، ويا رب دايما تكونوا بخير اخواتي ومتابعيني المحترمين اللي بتوحشوني وبتشرف جدا جدا بكل شخص بيدخل الفيديو سواء بتعليق سلبي او ايجابي، تعليقاتكم ولايكاتكم واي حاجة بتيجي منكم على راسي من فوق. هنبدأ الفيديو بتصريحات نجلاء بدر. نجلاء بدر شفناها في مهرجان العري السينمائي اللي بصراحة كان فضيحة وكارثة لمصر، وللأسف الجميع كان بيقول ان هي دي مصر ودي وجهة مصر. يا جماعة احنا غير كده، احنا بريئين تماما من كل ما حدث في مهرجان الجونة، لان اللي حدث ده بصراحة عار علينا. انتوا بتقولوا وجهة مشرفة لمصر وبتقولوا للناس اللي بتقف قصادكوا انهم جهلة ومتخلفين، والله احنا راضين بالجهل والتخلف، وسبنا لكم التحضر على الرغم ان انتوا لو كده متحضرين يبقى الحيوانات اولى الناس بالتحضر، لانهم لو هنتكلم في ان العري هو التحضر. يعني نجلاء بدر طلعت في على الراديو واتكلمت وقالت ان جوزها بيدعمها وقف معاها وقفة قوية قوي بعد الهجوم الشرس اللي تعرضت ليه في مهرجان الجونة، وقالت الناس كلها توقعت ان هو مش هيقف معايا ومش هيحضر معايا تاني في مهرجان الجونة، ولكن هو ضرب المثل في الرجولة وضرب المثل للجميع ان هو واقف معايا وانا جوزي قوي، علشان كده قال لي البسي اللي انت عايزاه وانا اول واحد هقف في وش الريح وهقف في وش اي حد يقول لي كلمة تضايقك. وقالت انا لو جوزي ضعيف وشخصيته ضعيفة كان هيقول لي لا استوري نفسك علشان مش هينفع نرد على الهجوم بتاع الناس وكان هيخاف. عايزة اقول لك ان اولا جوزك لا ينطبق عليه كلمة رجل، شيل الكلمة دي تماما بقى وقولي ده الديوس، لان الرجل الشهم، الرجل الجدع، الرجل المحترم بخاف على عرضه، بخاف على شرفه، بخاف على اهل بيته، بخاف من نظرة العين انها تجرح زوجته او حد يبص لها نظرة كده او كده. لكن ان هو بيدعمك في انك تقلعي، يعني فعلا فعلا كل واحد بينطبق او بيجيله اللي شبهه، هو شبهك وانت شبهه. لكن للأسف كنت فاكرة ان هو هياخد منك موقف او على الاقل يقولك عيب، لكن انت بتجهري بالمعصية، يعني بتعملوا الغلط وبتجهروا بيه وبتتباهوا بيه، وبتقول كمان لو رجع بيها الوقت ورجع بيها الزمن هتلبس نفس الفستان تاني ومش فارق معاها، وقالت لسه هلبسه مرة واتنين، انا ست جسمي حلو وبيلق عليا كل حاجة. عايزة اقولك ان جسمك ده هيكون في النار ولسه الزمن والعمر هيجي عليه، مش هيبقى عندك جسم، ولو عندك حفظ عليه دي نعمة من نعم ربنا، ما تطلعيش تتعري وتتباهي بحاجة، والله شكلك كده اكيد مش حلو. لكن هنقول ايه، هو ده اللي حصل في مهرجان الجونة، ولما لقينا فنانة ومحترمة وكبيرة وليها قدرها سيدة المسرح العربي وسيدة المسرح القومي الأستاذة الكبيرة الفنانة المحترمة سميحة أيوب، مين يقدر ينسى أدوارها واحترامها؟ بجد ست محترمة طلعت واتكلمت. انا قلت لحضراتكم جزء في البداية من تصريحاتها لما قالوا لها مهرجان الجونة، قالت
لهم قصدكم مهرجان التشليح، انتوا عايزين اتكلم عن التشليح اللي حصل في الجونة، ده مش سينما ولا مهرجان، انا ما تشرفنيش ان انا احضر حاجة زي كده. واتكلمت كمان على كل الفنانات وقالت ده كانوا بيتنافسوا في العري، كانوا بيتنافسوا مين فيهم هتقلع اكتر وتتعرى اكتر، وبصراحة معاها حق. واتكلمنا في الكلام ده كتير والناس هجمتني وقالت لي انت مالك وانت داعي الخلق للخالق، ما هو يا جماعة الخالق نفسه قال ومن رأى منكم منكرا، احنا بنحاول نغير، ممكن تبقى بكلمة، ما هو ممكن برضو كلامنا ده يوصل في مجلس شعب وفي ازهر وفي شيوخ مؤثرين ويمكن لهم دور كبير. عارفة ان النفوذ عند ساويرس تخلي اي حد ياخد موقف ان هو ياخد الخطوة ان يتوقف مهرجان الجونة. ايه هي استفادة مصر من مهرجان الجونة غير الوشوش اللي ما كناش نشوفها ولا نعرفها طلعت تقلع وتظهر كلها عريانة؟ ده مش مهرجان، ده عري، مهرجان سيد المولد، سيد العريان، مهرجان يلا مين فينا هيقلع النهاردة اكتر، كل واحد واخد مراته علشان يعرضها ويعرضها قدام اللي يدفع اكتر واللي يصور اكتر، حاجة مسخرة وقلة ادب بصراحة. وصلنا لمرحلة من الانحطاط والاسفاف صعبة جدا جدا. يعني مهرجان الجونة انتهى ولكن للأسف التوابع بتاعته مازالت مستمرة. هي ردت بقى على الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، زي ما شفنا قبل الفنانة سميحة أيوب شفنا كمان الفنانة رجاء حسين اللي هجمت برضو مهرجان الجونة وما سلمتش من لسان إلهام شاهين. أيضا إلهام شاهين اتكلمت وقالت في فنانات كتيرة راحت عليهم وما بقوش حد فاكرهم ولا حد عارفهم وعايزين يتشهروا على قفا الجونة، فبيطلعوا يقولوا تصريحاتهم ضد المهرجان. ولو سألت فعلا ده مهرجان تشليح، ولكن إلهام شاهين وجهت رسالة وقالت كل فنانة اتنست يا ريت تتنسي والناس ما بقاش فاكراها، ومش كل حد يطلع يهاجم مهرجان الجونة. مهرجان الجونة ده وجهة مصر المشرفة، وجهة مصر امام الغرب، احنا بنطلع نعمل افلام وبنلبس لبس الشيك وده بيدل على التقدم وعلى الرقي، لكن في فنانات كتير مش بيجي لهم دعوة واتكلموا وخلاص علشان يتشهروا او يطلعوا ترند مرة تانية. عايزة اقولك ان الفنانة سميحة ايوب الفنانة الكبيرة في غنى تام عن انها تطلع ترند او تطلع تتشهر على قفا مهرجان الجونة او مهرجان العري اللي ما بيشرفش حد ولا عمره هيشرف حد، ومصر بريئة تماما من هذا المهرجان. انا بشكر متابعيني واخواتي المحترمين وبعتذر لو كنت طولت ولكن الموضوع كان يستحق ذلك. استنوا منك كل جديد وبطلب من حضراتكم لو تكرمتم نرفع الفيديو، وعايز الفيديو يوصل لناس كتير لعل وعسى يكون في تغيير، لان إلهام شاهين بتقول ان كل بتوع السوشيال ميديا فاضيين ومش فارق معاهم وكلامنا كله في الهوا. ممكن نقولك ان كلامنا ممكن يوصل، الله اعلم. شكرا جزيلا، سلام عليكم.